السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام وتحية لكل واحد ناوي يستمتع بحياته ويخليها أحلى ومفيدة لي ولغيره. أهلا وسهلا، أنا كوماندوس كوتش عمر عبسام في برنامج قوانين الاستمتاع. النهاردة هنتكلم على قانون بسيط جدا جدا جدا، ابتسم. واحد من أهم قوانين الاستمتاع أنك تبتسم. درب نفسك على الابتسام وابتسم بدون سبب لغاية لما تلاقي سبب. الفكرة حتى ان الابتسامة في وجه اخيك صدقة. ان انت لما تبقى ماشي في الشارع وتلاقي حد تعرفه او بتعرفوش وتبتسم له ابتسامة خفيفة دي صدقة. لما تلاقي طفل صغير وتبتسم له دي صدقة. والاهم ان الابتسامة معدية. يعني لما تبقى قاعد مبتسم الناس لما هتبص لك هتحس براحة، وكمان هيبدلوك الابتسامة، فلما انت تبص تلاقي الوشوش اللي قدامك مبتسمة. والاجمل ان انت تساعد حد انه يتبسط ويفرح. دي لحظة من اللحظات اللي هتكون ممتعة جدا في حياتك وعمرك ما هتنساها. يعني انت لو عملت حاجة وخليت حد يضحك من قلبه ويبتسم ويفرح، صدقني اللحظة دي هتكون ذكرى سعيدة جدا في حياتك، وهتكون واحدة من اللحظات اللي انت بتفتكرها دايما، وهتكون واحدة من اللحظات اللي كل ما هتفتكرها كل ما هتخليك اكثر سعادة. فاللي انا عايز اقوله النهاردة، الابتسام حاجة مهمة جدا. الابتسامة حاجة بتغير جسمك من جوه. في دراسات كتير جدا ان الناس اللي بتبتسم صحتهم العضوية مش بس النفسية بتتحسن. وحتى الناس المرضى اللي بيعرضوهم للابتسامة والضحك صحتهم بتتحسن. ويمكن في مستشفى 57 هم بيهتموا بحاجة زي دي، وتلاقيهم مثلا جايبين مهرج واراجوز وبهلوان للاطفال عشان يخلوهم يضحكوا. وان انت لما بتضحك عضلات وشك بتتحرك، ودي حاجة بتخلي يعني وشك كله يبقى افضل وصحت وبشرتك تبقى افضل. الجميل في الموضوع ان الابتسامة مفيدة ليك ومفيدة للاخرين، معدية، صدقة. ليه مش عايز تبتسم؟ ابتسم. في ناس كتير جدا بتشوف ان الابتسام ضد الوقار، وفي ناس كتير جدا ودي الاكتر وده الصح بتشوف ان الابتسامة نفسها وقار. ان انت تبتسم وتكون مصدر لسعادة الاخرين حاجة مهمة جدا. جرب انك تبتسم وجرب انك تخلي تكون مصدر ابتسامة الاخرين، هتخلق ذكريات وسعادة اكثر من رائعة. هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتساعدنا في تحدي انا كوماندوز، او تحدي الوصول للنسخة الافضل. خدعة قالوها لنا كتير. دايما يقولولنا توازن في حياتك، واعمل توازن ما بين حياتك الخاصة وحياتك الشخصية وحياتك المهنية وحياتك العملية. اللي انا جاي اقوله لك النهاردة ان التوازن بيخلق انسان متوسط. الناجحين غير متوازنين. الناجحون غير متوازنون. يعني ايه؟ الناس الناجحة دايما بتميل ناحية احلامها، وبتحط اغلب مواردها ناحية احلامها. بيعمل حاجات تانية في دنيته بيعملها بجودة عالية، لكن تركيزه الاكبر بيبقى في المجال بتاعه. يعني لو انت ام وهدفك تربية اولادك، هيبقى تركيزك الاكبر في تربية اولادك، وبقية الحاجات هتهتم بيها ولكن بنسبة اقل. لو انت شخص او انت انسانة او انسان عايزين تنجحوا في مجال معين في البيزنس، هيبقى تركيزكم على مجال البيزنس وبقية الحاجات هتركزوا عليها ولكن بنسبة اقل. في فرق ما بين التركيز والاهمال. مش معنى ان انا مركز على حلمي في البيزنس ان انا انجح ان انا اكون مهمل اسرتي بشكل كامل، لا. لكن برضو مش معناها ان انا 50-50، مش معناها ان انا اقعد في شغلي 8 ساعات واروح اقعد مع بيتي 8 ساعات، لا. ممكن اقعد هنا اطول من هنا، لكن ما
بتركيز اعلى. ففكرتي اللي انا عايز اقولها لك النهارده، مش كل حاجه تقراها في الكتب هي صحيحه، ومش كل حاجه يقولها لك واحد كوتش او مدرب هي صحيحه، لازم تفكر فيها ولازم تشوف وتقرا. هي الناس اللي نجحت كانت ناس متوازنه زي ما انت بتقول كده؟ هي الناس اللي نجحت كانت الناس اللي بتعمل توازن ما بين حياتها الشخصيه وحياتها العمليه؟ لا، هتلاقي ان الامهات اللي نجحوا قوي ممكن يكونوا سابوا حاجه في مقابل الامومه ديت، لكن السيدات اللي نجحت قوي في مجال الاعمال ممكن يكونوا ركزوا على حاجه في مقابل حاجه. الرجاله اللي نجحت في تخصص معين ممكن يكونوا ركزوا على حاجه في حساب حاجه. هنا انا بركز على حاجه معينه ممكن لتوقيت معين. يعني ايه ممكن لتوقيت معين؟ ودي نقطه مهمه. يعني انا ممكن أأجل الاهتمام بحياتي الشخصية لمدة 3 أشهر عشان أركز بس على النجاح في الامتحانات. خلاص، هو ده الهدف بتاع المدة اللي جاية، أنجح في الامتحانات. يبقى أنا كل اللي أركز فيه وكل مجهودي وكل طاقتي هتبقى موجودة في النجاح في الامتحانات. مش هخرج مع أصحابي، مش هتفسح، مش هلعب. أنا عندي 3 أو 4 أو 5 أشهر بس مركز عشان أنجح في امتحاني. انا النهاردة عندي بيزنس وعندي مشروع لازم اسلمه. انا الست اشهر الجايين مش هتوازن، مش هقول بقى انا في توازن ما بين البالانس ما بين بيتي وبين شغلي، لا. الست اشهر الجايين يا جماعة انا مركز في شغلي، انا اسلم المشروع ده، ده حلم حياتي انجح فيه وانفذه. لكن بعد بخلص هاخد اجازة اسبوعين ثلاثة واقعد مع اولادي وزوجتي. هي دي الفكرة. هتلاقي ان التوازن بيحصل على المدى الطويل، لكن ما ينفعش تيجي تفكر وتقول لي ان انا هتوازن بشكل يومي او هتوازن بشكل اسبوعي. في اوقات كتيره جدا انت مش هتنفع تتوازن. وفكر في الفكره اللي بقولها لك دي، انك تعيش حياه ناجحه ومرضيه ممكن يكون اهم بكتير من ان انت تعيش حياه متوازنه. اغلب الناس اللي بتعيش حياه متوازنه هم ناس متوسطين، متوسطين الدخل، متوسطين المستوى، متوسطين النجاح، والأهم من كده متوسطين الاستمتاع. الناس اللي بتعيش حياة مرضية غالبا بيوصلوا للنجاح وكمان الدخل الأعلى والاستمتاع الأعلى والعلاقات الأعلى والسعادة الأعلى. فكروا في الحياة المرضية أكتر ما تفكروا في الحياة المتوازنة. فكرة هتغير حياتك. لن تأخذ من كل شخص كل شيء. مشكلة من مشاكل العلاقات الشخصية ممكن تكون مشكلة ما بين اتنين متزوجين او اتنين صحاب، ان هو او هي عايزين ياخدوا من اللي قدامهم كل المميزات الممكنة. يا صديقي، اللي قدامك انسان مش متفصل على مقاسك. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يبقى فيا 10 مميزات وخمس عيوب، بنا انسان طبيعي، وانت ممكن يبقى فيك 10 مميزات وخمس عيوب لانك انسان طبيعي. الشاطر والشاطرة هما اللي يستمتعوا بالناس اللي قدامهم زي ما هما، يعني يقبلوا زي ما هو، يقبلوا بمميزاته وعيوبه. ولازم تفهم ان كل واحد فينا زي ما فيه مميزات زي ما فيه عيوب. وما ينفعش تيجي تقولي ان انا هاخد عمرو بمميزاته بس وعرمي عيوبه بره. مفيش، لسه ما عملوش الانسان منزوع الدسم. مش في لبن كده منزوع الدسم يشيلوا منه الدسم ويرموه بره؟ ما ينفعش. يعني ما ينفعش انا لما اجي تدخلني على مصنع يشيل العيوب اللي فيا وتاخدني مميزات بس. اقبل اللي قدامك بعيوبه ومميزاته. ليك صاحب فيه مميزات وفيه عيوب، هتاخده زي ما هو. وده هي الجمال. يعني الجمال هو ان احنا بنكمل بعض. اكبر مشاكل من مشاكل العلاقات اللي بشوفها في جلسات الكوتشنج هو الفكره دي، هي ان الست مش راضيه تقبل جوزها بمميزاته وعيوبه، والراجل مش راضي يقبل مراته بمميزاته وعيوبها. ويجي يقول لي انا عايزها هي حلوه وبحبها بس فيها العيب الفلاني. هو بيقيم عيب عيب او بيقيم نقطه نقطه. لو بيقيمها كلها على بعضها هيلاقيها ان هو بيحبها عشان واحد اتنين تلاته وفيها العيب الفلاني، يعني نسبتها 90%. طب
طب لو جبنا بديل تاني بقى هيلاقي فيها 90% تانية وفيها عيب تاني وهكذا. والفكرة الطبيعية ان كلنا بعيوب، والعيوب دي هي اللي بتدينا الحلاوة بتاعتنا. يعني حلاوة العلاقات الانسانية هو ان احنا مش كاملين، وان كل واحد فينا ناقص حتة، ولما بيصاحب حد الحتة دي بتكمل وبيتعشقوا في بعض. لكن انا لو كامل مكمل اصاحبك ليه؟ هستمتع بايه معاك؟ لكن احنا انا ومراتي نكمل بعض، انا واولادي نكمل بعض، انا واصحابي نكمل بعض. استمتعوا ببعض واقبلوا بعض زي ما انتوا، واقبلوا كل اللي قدامكم بمميزاتهم وعيوبهم، هتستمتعوا جدا جدا بحياتكم، وهتلاقوا ان علاقاتكم احسن بكتير.